الاهلي ما لم اطلبه. ما لم تطلبه. وديت للنادي الاهلي كل اللي اقدر عليه. ارجو ان يكون يعني عوض يعني اداني جزء من الجميل بتاع النادي الاهلي. او اديته جزء من الجميل بتاع النادي الاهلي عليا. الاهلي له جميل كبير. هو كنت اقعد قدام حد كان هجيب سيره عدل. ما هو قال كابتن شوبير قال لك ده راجل لا لعيب كوره ولا بطل رياضي ولا حاجه. صحيح. جالنا منين الراجل ده؟ ودي بدفع ثمنها ساعات بقول لك شورت وفانيلا، بس انا لا، ده انا مفيش لعبه ما لعبتهاش. اذا كان على الشورت والفانيلا انا ما كنتش بقلعها. ولسه بس مش بطل كبير. بس الكابتن حسن بيقول لك ما تتكلمش في الكوره. مره كذا مره يقول لي قيع ما تتكلمش في الفنيات. أيوه. مش في الكوره. ادي مع الكابتن صالح دي الدكتوراه بتاعتي بقى المشوار ده. ده المشوار اللي رد على كل الاشاعات التي طالتني في علاقتي بالكابتن صالح. انا ما كنتش جوه النادي وقتها. انا خدني وانا قاعده في نادي الجزيره قال لي عايزك معايا المشوار ده. دي لقطه التكريم المصحف. وكانه عارف اللي هيجي لي والرذاذ اللي هيصيبني فحب يرد على كل الكلام ده. بتكريم رحت معاه جوهانسبرج كتير. عشان احتفل باستلام جائزه القرن. نادي القرن. مجرد عضو نادي له تاريخ في النادي خدني معاه. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس. كل سنة وانتم طيبين. وأرجو إن احنا ما نكونش بقى إيه ضايقنا الناس في الحاجات الخاصة. هي مش خاصة. اللي جاء على بالنا قلناه يعني. قد تبدو خاصة لكن هي في صميم العموم، لأن كل صورة منهم وكل كلمة فيها وكل معنى كنا بنحاول نقرأ فيه تفاصيل مشهد مهم جدا كدرس للأجيال. دايما وأبدا في أحسن صحة وحال بإذن الله. طب أنت احتفيت بيا في مارس، هتحتفي يا عبد الحليم حافظ إمتى؟ الحلقة الجاية. إن شاء الله. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بكل أيقوناته ورموزه بطلا شاملا.